شبك؟ أنا آسف حبيبتي، ما قدرت أكتب، زدت الأوراق والألم، لأنه أنا أول مرة بحياتي بحس حالي مخي مجمد، ما عم يطلع معي شيء. عنجد أنا آسف سلافة. أي ما مشكلة، اليوم بعذرك بس بكرة لا. ماشي. اسمع رأفت، بدي اعتراف كامل بكل شيء عملته بحق يعرب قحطان، وبدي مقال ما يكون مستوى اقل من مقالاتك السابقه. خلص اللي بدك اياه بيصير، بس بدي اقول لك على شغله خطرت ببالي من شوي، بس ما بعرف اذا صراحة بتصدقيني ولا لا؟ بسمع وبعدين بقرر صدق أو لا. خطر لي إنك ولدتي هلا، وجبت لي صبي وطير الحال، بس ما حطيت وشي وشه. بس بعدين رحت وحملته بين إيدي، شفت براءة الدنيا كلياتها فيه، حسيت بعد هذا الموقف انه الدنيا عبدي ما بتصبح ضفره، وانه ما في شيء بالدنيا مهم. بتمنى انك تسديني، ذكرتني بقصيدة حبلة لنزار قباني، تعرفها؟ لا. لا تمتقع، هي كلمة عجلة، إني لأشعر أنني حبلة، وصرختك الملسوع بي كلا، سنمزق الطفلة، وأخذت تضربني وأخذت تشتمني، لا شيء يدهشني، فلقد عرفتك دائماً نذلة. ماشي، ندل أسلاف. أنا فعلا اللحظة اللي خطر لي فيها أنه ممكن يكون عندي ابن أحمله بين إيدي، هي لحظة كتير حقيقية، ما كذبت فيها. يا ريت يا رأفت، يا ريت تكون صادق. كنت أنا اللي بعيش أحلى لحظة بحياتي.